شكرا لمعالي الوزير وللدولة اللي دعتنا وسمحت لي أحكي عن كتابي. كتابي اللي كتبته من 20 سنة وأهملته اليوم تأكد لي أنه عملت كتاب أقل ما يقال فيه أنه مهم للاغتراب. الاغتراب يعني 3-4 مرات العدد اللبنانيين هون حتى نعرف قديش أهميته. أنا متحضر من أصول اغترابية بأفريقيا. الوالد اغترب بالثلاثينات على السنغال. تحولت لكتابة الرواية بالصدفة من عشق إلى السينما. كتبت شوي سكريبت بس. نعم كتبت سكريبت عن عن طفل بده يروح يفتش على والده بال 1916 إذن بنص الحرب العالمية الأولى. هو أمه من مطلع القرن اخترب الأب ومن سنتين من 1916 إذن الأم والولد لا علم ما عاش في أخبار عن الأب وخاصة ما عاش في التحويل. هلأ وصفت وهذه إحدى حسنات الكتاب وصفت كيف كان الجبل بوقتها المجاعة جمال باشا جراد التعسف التركي حصار بيروت البلوكوس وغيرها ثم الانتقال من مرفق بيروت بالباخرة إلى مرسيليا ومرسيليا كانت محطة إجبارية لكل مغترب حتى لو كان راي على أمريكا وخاصة للي بروح على أمريكا. إذن في محطة بمرسيليا ومن ثم يوصلوا على السنغال. بالسنغال سيفاجأ الأم والمسافرين الأم وابنها إنه الوالد مش موجود وهن راحوا يفتشوا عليه. الوالد عنده سر وهالسر هذا أوكي إله بفضل ما بحفي إله طابع إنساني بيحكي يعني بيرسم كيف إنه الإنسان ممكن الأقدار تسوقه لارتكاب جريمة وجريمة أخلاقية أوكي الظروف سئتوا إلى وبدو يتحمل إذن بدو يتحمل تبعيتها. أجمل ما في هالروي بقولها بكل تواضع إنه فيما يتعلق بالشق الاغترابي بأفريقيا. أنا ابن أفريقيا من أنا خلقان بشاطئ العاج مثلا. كبرنا مع شغلة بتقول إنه نحن اللبنانيين عم نمص دم الأفارقة مش عم نفرق هلأ إنه نحن منروح لحتى نكلن أمدن اللقمة من تمن. إحدى أوجه هالرواية هيدي غير إنها بتضيق على أفريقيا الأفريق أوكسيدانتال فرانسيز كيف يعني كيف كان لبنان هون أيام جمال باشا كان فرنسا كانت مستعمرة أفريقيا. إذن في إلقاء ضوء على لبنان العثماني وعلى أفريقيا الفرنسية كمستعمر. خلاصة لكن اللي ممكن نوصلها أي الخلاصة اللي ممكن يوصلها أنها بتأرخ للاغتراب. لم أرد أنه أعمل كتاب كيف كانوا يهاجروا لا 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 رواية كلها قريت طبعا يعني عملت دوكومنتاسيون بس أهم شيء أنه جعت لقيت حالي أنه أنا عملت أرخت للاغتراب اللبناني من حيث لا أدري وباعتراف كتير جامعات لبنانية قالوا لي لم نقرأ بعد كتاب بيأرخ للهجرة اللبنانية إلى أفريقيا اللي هي تمهيد للهجرة إلى أمريكا يعني المهاجر إلى أمريكا كان بده يعبر نفس الطريق اللي عبره أبطالي. شكرا لك دكتور محمد.